هو بصراحة السؤال في داخلي يعني، كيف يعرف الشخص حقيقة نفسه؟ بالقراءة، بأصحابه اللي حوله. بالضبط، يعني هذه الأشياء أيضا تدل على حقيقة الشخص. أنا الشيء اللي بتكلم فيه بكل وضوح يعني موضوع ما يظهر لنا على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، الإكسبلور يعني. والله وإن كان يعني بعض الشركات حتى إذا سويت إخفاء وكذا يجيبوا لك صور الحريم وكذا. الله معلومة أنا عارف عنه، يقول لك إذا صاحبك أو اللي متواصل معاه في الواس ولا أي موقع أو السناب دام متواصل معاه اللي بيشوفه بيطلع لك غلط. هذا هو يعني أنت حقيقة نفسك بأصدقائك كما ذكرت، وكذلك اللي أنت بتتفرج والشيء اللي تهتم به، هذا الذكاء الاصطناعي. أنا اللي بقوله شباب بكل أمانة، يعني إحنا وصلنا لمرحلة تعتبر من أخطر المراحل على مر التاريخ في موضوع سهولة الوصول إلى الحرام. يعني وصلنا إلى مرحلة خطيرة جدا، يعني ألهتنا الملهيات وابتعدنا كثيرا عن الأسباب التي تكون رفعة لشبابنا ونهوض لأمتنا. ألهتنا الملهيات وأغرقنا المغريات، ومنها هذه الجوالات. اللهم استعان. يعني قبل النوم وبعد النوم في الأماكن الفاضلة وحتى في أوقات العبادات، الواحد حتى إذا دخل المسجد بين الأذان والإقامة الوقت القصير هذا 5 دقائق ولا 7 دقائق ما يقدر يجلس بدون جوال، لازم يمسك الجوال. تخيل يعني كم توقعوا معدل استخدام الشخص للجوال، المعدل المتوسط في اليوم؟ من 6 ساعات 7 ساعات حولها. حمود الله ظاهر انا اقول لك انا حتى لما اقوم من النوم اليوم كله انت على جوالك. هذا اللي بقوله بصراحه الامر خطير جدا، يعني لانه بكل امان هذه ظاهره، يعني كثير ممن ينتسب الى الالتزام والى الاعلام الهادف تجده في المجالس حزين على حال الامه وامتنا ومدري ايش، بينما هو تجده يعني يقضي جل ساعات يومه في تقلب صفحات تويتر انستغرام. طيب اين انت من الاسباب التي تؤدي لنهوض الامه؟ اين انت؟ انت ترى الان داخل في هذا الباطل اللي انت تقصده، يعني 24 ساعه على الجوال لا تجي تنصح الناس. انت الان احد الضحايا في هذا الباطل. ف من الكتب التي تعالج يعني هذه المشكلة، مشكلة الاستخدام المفرط للإنترنت، اسمه الماجريات. الماجريات يعني ما يجري وما جرى. يتكلم عن فهم الواقع، الفرق بين فهم الواقع والانغراق في فهم الواقع، وكيف ممكن تعالج هذه المشكلة، ويجيب لك نماذج من العلماء المعاصرين اللي قدروا يجمعوا بين النت وبين التأليف ووضعوا بصماتهم. في أبيات بصراحة جميلة جدا حمود، برسل لك إياها بالله يلقي لنا، هي رسلت لك. يقول لك أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا، وراحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا. أما كنا بجوف الليل رهبانا مصلينا، وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا، فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين، ومن للغاية الكبرى إذا صورت أمانينا. الله عليك، الله يسعدك.